يقول لي والد ووالدة لم يحج فرضهما حتى الآن، وأنا لدي النية بأن أحجدهما، ولكن المشكلة أنهم كبيران لدرجة أنهما لا يتحملان مجرد السفر فضلا عن أداء شعائر الحج من طواف وسعي ورمي جمار، هل أحج عنهما أو أوكل من يحج عنهما؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. يشرع لك الحج عنهما كل واحد وحده، تبدأ بالأم ثم الأب، هذا هو الأفضل. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل، سأله أبو رزين العقيلي قال رسول إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا الظعن، أفأحج عنه وأعتمر؟ فقال عليه الصلاة والسلام حج عن أبيك وأعتمر. فأنت تحج عنهما جزاك الله خيرا، وتبدأ بالأم لأن حقها أكبر، ثم تحج عن الأب. وإن حججت عنهما، إن استأجرت ثقة يحج عنهما فلا بأس، لكن إذا توليت ذلك أنت فهو أفضل، إلا إذا رأيت أن غيرك أفضل منك لعلمه وفضله واتفقت معنا أن يحج عنهما فلا بأس.